قوت الاخوان احنا سمعنا ان في احد الاشخاص في احد القنوات الدينيه او التي تحمل صبغه دينيه بتدعو الى مليونيه على باب نقابه المهن التمثيليه بعنوان لا للقذاره باسم الله. انا بقول له القذاره عم عبد الله، لان ما ينفعش اقول عليك شيخ، هي ما نطق به لسانك من الفاظ لا ينطق بها ابناء البؤر. انا ما سمعتهاش قبل كده في الميديا، ما سمعتهاش في التلفزيون ولا في اذاعه ولا في راديو، ما سمعتهاش في حواري حتى الالفاظ اللي نطق بها. وجينا هنا عشان يجي يعلمنا الادب، وللاسف جابن انه يجي هنا، احنا كنا منتظرينه الحقيقه. محمد مرضي نعرف الله حق اليقين ونقتدي بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. مش هيجي جهلاء ناس امثال المدعو عبد الله شيخ خالد عبد الله والمدعو اسمه ايه ده بدر عبد الله بدر ده اللي انا بعتب على اصحاب القنوات الدينيه اللي بتسيء للدين الاسلامي وبتسيء للرسول عليه الصلاة والسلام واخلاقياته واخلاق القران في انها تحط ناس زي دي يعني تاثر على ناس على وعي الناس. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. الفنان مكرم من عند ربنا، لأنه يعني ربنا نفسه لما قرر ينزل لنا دين على الإسلام، الدين الإسلامي، نزله بطريقة فنية، ده تكريم للفن. يعني نمرة واحد كده، ده اللي يفهم بقى، اللي مش عايز يفهم هو حر، اللي بيغالط هو حر. بالتالي الفطرة فنية، بالتالي الدين قائم على اساس فني، بالتالي اللي هيقف قدام الفن هو كافر. احنا بنعبر عن وجهه نظرنا في حمايه الامن، بنعبر عن وجهه نظرنا بشكل حضاري جدا جدا جدا، واحنا بنرفض اي محاوله للاعتداء على الفن والفنانين، بنرفض الاعتداء على القضاه، بنرفض الاعتداء على الصحافه.